أحييكم مجدداً مشاهدينا، نتواصل معكم وتتوالى فقرات هذه الأمسية. الفقرة الثانية مشاهدينا واحدة من الفقرات المميزة جداً لأنها بتعبر عن الإنسانية في أبهى صورها. الإنسانية لما تنعكس على الآخر بتكون يعني بتعبر عن آدمية الشخص بطريقة مختلفة. إنسانية صاحب كافتيريا في إحدى الجامعات في زمن انتشار الجشع واستغلال الظروف، رجال يحاربون الغلاء بإنسانية ويدعمون الطالبات من بنات الولايات بتقديم وجبات بأسعار رمزية. جميل جدا لما نلقى واحد من أصحاب أيضا يعني الأعمال اللي هي بسيطة إلى حد ما، هو عامل في كافتيريا في إحدى الجامعات بيبادر بإنسانيته وبيساهم أيضا مع الطالبات الجايين من ولايات مختلفة بغرض الدراسة طبعا، والدراسة زي ما الجميع عارف إنه بتاخذ من الإنسان وبتتطلب أيضا مبالغ مالية كبيرة، فهو نوع من أنواع المساهمة أيضا للطالبة وأيضا لأسر الطلاب اللي بيساهم معاهم بأسعار رمزية في الوجبات. إن شاء الله يا رب في ميزان حسناته، ونحن بنقدم لهم مقدما أيضا صوت الشكر والتقدير والامتنان على هذه المبادرة الإنسانية الرائعة. تفاصيل أوفى من خلال هذه المحطة. أنا طبعاً أبو بكر يحيى خالد، المدير الإداري لمطعم وكافتيريا 7 دايز اللي هي بتقع جنوب بوابة عبد الغيوم وشمال مستشفى الدايات أو مستشفى الولادة. بالنسبة للزوار والوافدين اللي بيجوني هنا في الكافتيريا معظمهم بيكونوا من الطلاب طبعاً، والتعامل معهم مريح، يعني هم ناس كبار جامعيين الحمد لله رب العالمين، ناس فاهمين متعلمين والله مثقفين وراغبين في تعاملهم معنا حتى، فبقدم لهم الوجبات اللي بتناسبهم من الساندويتش يعني اللي بيقبلوا عليها والعصائر في نفس الوقت، بالاضافه للحلويات والاشياء الاخرى يعني. فقاعد القى منهم كله تعاون يعني الحمد لله رب العالمين، ونفس القدر يعني بتعاون معاهم بيتعاملوا معاي ويحسوا سلوكهم وتعاملوا معاي وكذا، فبتعامل معاهم على هذا الاساس. فمعظمهم والله بناتي يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا يقدرنا اننا نقدم لهم لسه ونقيف معاهم في ظل الظروف الصعبه اللي بتعيش البلد اليومين دير، ونقدر يعني نتيح لهم فرص انهم يجوا يقعدوا يذاكروا عندنا هنا وقت الامتحانات بتاعاتهم، نفتح لهم الكافتيريا بخلونا يقعدوا يذاكروا الامتحانات
بيطلعوا هم ذاتهم بوفاء شديد جدا، بيجون راجعين بيتناولوا وجباتهم عندي، والحمد لله رب العالمين المعامله بيناتنا يعني مشتركه، يعني انا بستفيد منه وهم بيستفيدوا مني، واسال ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقنا دائما على كده. لأنه عمل المحل ده جدا جنب الجامعة، لأنه بجد محل أول حاجة غير إنه راقي بنلقى فيه دائما لما نيجي نقرأ بنقدر نقرأ، مثلا لو في مشغل نسأل المسجل بوط المسجل بنقرأ، هو بيتعامل معنا كأنه أبونا، يعني تعامل بجد أسرة لأسرة، يعني محل يعني ما شاء الله عليه ما في كلام. كافتيريا 7 دايز الأستاذ بتاعها كده والمدير أبو بكر، الأستاذ أبو بكر في الحقة ما شاء الله زي أبونا، جميل التعامل معه، الخدمة هنا كويسة جميلة جدا، المعاملات الأسعار كويسة، التعامل جميل جدا مع أستاذ بكري وبنحبه زي أبونا له كل الشكر والتقدير. معظمهم بنات يعني، والله يقول لك حاجة الحمد لله رب العالمين، والله البرجي ممكن يكون ما أول حاجة ولا آخر حاجة، ما بسأل يعني بتجيب ناقص ما قاعد أتناقش معها، ما عندها كله كله عارفة، ما عندها بتجي شيء ماركتها بتمشي شيء فطورة تجي يتفقط ربنا جابتي، تقول لي يا عم والله يا أخي قبل 7 أو 8 أيام أنا شلت شات منك وما دفعت قروشة، أسألك من يا بنتي؟ لا أنا توفقت الحمد لله جبتها، شكرا يا بنتي، غيرك بيجي يشيلها، تاخذتها الغير يجي يشيل، ما عنده كله كله العفو لله والرسول، دي دعوة لهم من الآن، العفو والله لله ورسوله، ما عندها تجيني حبابة 10 بنتي والله ما بترجع مني ساكت، ما في زول يخش عندي الكافتيريا هنا يرجع عشان انا سعر غالي او هو ما عنده من غير فطور عشان يمشي يقعد لجلسه امتحان وهو بطنه خاويه، انا ذاتي والله ما برضى، فاسال ربنا انه يوفقني دائما اقدر اعمل كده يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. شكرا جزيلا طبعا المنتج البوني وكل الشباب وسامي وياسر اللي قاموا بتجهيز الفقره دي، وسيد ابو بكر ان شاء الله في ميزان حسناتك، والسودانيين بشكل كبير بشكل عام ناس ما شاء الله عندهم قدره كبيره جدا على فعل الخير. نتواصل مع الساده المشاهدين في كل مكان، نشوفكم بعد الفاصل في اخر فقراتنا اليوم.